المخاوف البريطانية من تأثير الإضراب الواسع في البلاد على السلطة يدفع بالحزب الحاكم إلى خيارات قصوى لاستيعاب الأزمة. من الخيارات ما كشفه رئيس حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا ناظم الزهاوي عن أن الحكومة تدرس الاستعانة بالجيش للمساعدة في ضمان استمرار الخدمات العامة إذا أضرب العاملون في قطاعات رئيسية ومن بينها هيئة الصحة العامة. فهل يحل الجيش مشكلة النقص في الخدمات؟ وهل تصمد الحكومة في وجه هذه التحديات؟ معنا الآن من لندن كبير الصحفيين في صحيفة التايمز البريطانية مايكل بنيان. سيد بنيان، مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الأخبار. الاستعانة بالجيش لتأمين استمرارية الخدمات، هل هذا يحل المشكلة برأيك؟ على المدى الطويل هناك نقابات طبعا تدعو لرفع الأجور، ولكن في المدى القصير ربما يمكن أن يحل الحالات الطارئة، لو أن مثلا النظام الصحي حين لا يكون الموظفون يعملون فيها ولا يساعدون المرضى، ويمكن أن يساعدوا أيضا بالأمور اللوجستية مثلا سيارات الإسعاف وغيرها. أظن بأن هذا حل قصير الأمد لما يمكن أن يكون وضعا صعبا جدا. ماذا عن الحلول على المدين المتوسط والبعيد؟ يعني كيف يمكن للحكومة التعامل مع هذه المسألة؟ كما أشرت حلول على المدى القصير قد تكون ممكنة، ولكن على المدين المتوسط والبعيد ما الخيارات المتوفرة أمام حكومة السيد سوناك؟ ليس هناك خيارات جيدة، لأنه لو رضخ للمطالب برفع الأجور فهذا بكل تأكيد سيزيد التضخم، والذي طبعا الآن قد بلغ حوالي 10 أو 11%. وطبعا لو أن كل الناس أرادوا طبعا أجورا أكثر فالجميع سيريدون ذلك، وطبعا ستكون دائرة مغلقة. والحكومة تطلب من الجميع أن طبعا لا يطالبوا بهذه الأجور، ويقولون إن الأوضاع ستتحسن خلال عام، ولكن في المدى القصير الوضع يبدو صعبا جدا مع دخول الاقتصاد في مرحلة صعبة جدا. في حال تم بالفعل الدخول في هذه الإضرابات في قطاعات مختلفة كما هو التوقع الآن، كيف برأيك سينعكس هذا الأمر على الأزمة ومدى استفحالها؟ أعتقد بأن هذا سيزيد الغضب والإحباط من الشعب تجاه الحكومة وخاصة بشأن الاقتصاد. طبعا رئيس الوزراء الجديد ريشي سوناك يريد أن يجد طريقا وسطا في كل هذه القضايا، ولكن العديد من الناس قد سئموا مما رأوه أغلاطا من حكومة المحافظين، وربما ستكون هناك انتفاضات ومظاهرات والتي ربما ستصعب الأمور وستظهر بأن على الحكومة أن تتعامل بحزم مع الاقتصاد. كيف سينعكس هذا برأيك على وضع حكومة السيد سوناك؟ وهل يمكن أن نشهد تغيير في الحكومة مرة أخرى؟ لا، طبعا ربما 3 أشهر لم نحصل عليها في الماضي، وهناك العديد في حزب المحافظين الذين لا يتفقون مع بعض سياسات سوناك. أعتقد بأنهم قد أدركوا بأن عليهم أن يقفوا معا موحدين، وإلا فإن الحكومة ستنهار مرة أخرى. الأمر يبدو بأن حزب المحافظين سيخسر الانتخابات القادمة والتي ستكون في 2024، ولكن قبل ذلك ينبغي أن يكون هناك حكومة حازمة لتعبر بالبلاد خلال هذه الأزمة. أخيرا سيد بنيان، يعني إلقاء اللوم على حكومة المحافظين وعلى سياساتها بسبب ما يجري في البلاد وما تتعرض له البلاد، هل الطرف الآخر حزب العمال تحديدا يملك أي بدائل؟ يعني لو كان حزب العمال اليوم في السلطة هل كان بإمكانه التعامل مع الوضع بشكل أفضل؟
طبعا التضخم قد بلغ مستويات قياسية والوضع الاقتصادي صعب، وأي حكومة عمالية ستواجه نفس الخيارات الصعبة. إذن لا أعتقد بأن لديهم ربما حلولا سحرية للخروج من هذه الأزمات. حكومة العمال يمكن أن تتخذ ربما خطوة أنعم بالتعامل مع النقابات، وربما ستحسن أيضا الوضع مع الأوروبيين وحتى لا تظهر آثار البريكزيت، ولكن لا أعتقد أن حزب العمال سيجد حلولا أفضل من تلك التي تحاول الحكومة فعلها. شكرا جزيلا لك مايكل بينيون، كبير الصحفيين في صحيفة التايمز البريطانية، كان معنا من لندن.